بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في مصر والوطن العربي الكبير. نشرتنا الرياضية وإطلالة إخبارية جديدة هنا من قناة النادي الأهلي على الهواء مباشرة لمتابعة كل ما هو جديد داخل النادي الأهلي، وأيضا متابعة الأخبار العالمية والأخبار المحلية وآخر أخبار مونديال كأس العالم في روسيا عام 2018، خاصة بعد نهاية مباريات الدور ربع النهائي وتحديد الفرق المتأهلة إلى مرحلة الدور نصف النهائي. يمكن منذ قليل خرج خبر هام جدا متعلق بملف رعاية النادي الأهلي. هذا الملف الهام والحيوي والذي يحظى باهتمام كبير جدا من الأعضاء وجماهير النادي الأهلي والمسؤولين داخل النادي لتحديد هوية الفترة القادمة والشكل الخاص بهذا الملف وملف التسويق خلال الفترة القادمة بالنسبة للنادي الأهلي، حيث أعلن النادي الأهلي خبر هام، حيث يعني الأهلي يحدد الخميس موعدا لمناقشة إجراءات التعاقد مع شركة تصلة، حيث أرسلت إدارة النادي الأهلي مساء اليوم خطابا إلى شركة تصلة مصر التي تقدمت بعطائها في الممارسات الخاصة بحقوق رعاية النادي لمدة 4 سنوات قادمة وفازت بها مقابل 500,000 جنيه. وحددت الإدارة يوم الثلاثاء الموافق 10/7 الجاري آخر موعد لتلقي أي استفسارات خاصة بمسودة العقد، والذي سبق وأن أرسلها النادي للشركة المشار إليها بتاريخ 5/7 لإبداء الملاحظات. وحددت إدارة النادي الأهلي أيضا في خطابها اليوم تحديد جلسة يوم الخميس القادم مع ممثلي شركة صلة مصر بمقر النادي بالجزيرة لحسم كافة الأمور والتأكيد القاطع على التزام الشركة بعدم تكرار ما حدث من تضارب، حيث كان النادي الأهلي قد تلقى صباح الخميس الماضي من شركة صلة السعودية يفيد عدم رغبة الشركة في إتمام التعاقد مع النادي، وهو ما يخالف الخطاب الذي تلقته إدارة النادي من شركة صلة مصر صباح أمس السبت تؤكد فيه رغبتها في إتمام التعاقد. جاء إرسال هذا الخطاب إلى شركة صلة مصر بعدما استعرضت اللجنة التي شكلها الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة وترأسها المستشار محمود فهمي، وضمت كل من العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي ومحمد فتحي المشرف العام على الشؤون القانونية، وبحضور السيد العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي والأستاذ خالد الدرندلي أمين الصندوق. استعرضت وناقشت اللجنة كافة المكاتبات والمراسلات المتبادلة بين النادي وشركة صلة مصر والسعودية في الفترة الماضية، وبعد عرض ما توصلت إليه اللجنة من دراسة وحرصا على الالتزام باللوائح والقوانين، رأت الإدارة مخاطبة شركة صلة مصر وحسم كافة الأمور بما يضمن حقوق الأهلي كاملة. خبر مهم جدا، وإدارة النادي الأهلي تسعى خلال الساعات القليلة القادمة لحسم هذا الملف وتحديد موعد يوم الثلاثاء الموافق 10/7 آخر موعد لتلقي أي استفسارات خاصة بمسودة العقد. إذا إدارة النادي الأهلي تسعى خلال الساعات القادمة إلى حسم هذا الملف وإنهاء هذا الملف بشكل جيد، خاصة أن إدارة النادي الأهلي لديها العديد من المسؤوليات والتفاصيل المهمة سواء في كل قطاعات النادي خلال الساعات القادمة. أيضا الجلسة المزمع إن شاء الله إقامتها يوم الخميس القادم مع ممثلي شركة صلة مصر بمقر النادي بالجزيرة لحسم كل هذه الأمور وتوقيع هذا التعاقد والتأكيد القاطع على التزام الشركة بالاستمرار فيما متعلق برعاية النادي الأهلي وعدم تكرار ما حدث من تضارب خلال الفترة الأخيرة. إدارة النادي الأهلي لديها ثقة كبيرة جدا في ملف رعايتها وفي كل هذه التفاصيل في المستقبل، خاصة أن إدارة النادي يعني تقف على أرض صلبة بما أن النادي الأهلي اسم كبير وشعبية كبيرة في مصر وفي الوطن العربي، ويحظى باهتمام كبير جدا من جميع الشركات التي تسعى إلى التواجد في النادي الأهلي والتواجد مع النادي الأهلي خلال السنوات القادمة. كانت هذه هي البداية وأهم أخبارنا النهاردة في نشرتنا الرياضية. أيضا كمان كان في حدث مهم النهاردة في اتحاد كرة القدم، وهو مراسم قرعة بطولة الدوري العام دوري موسم 2018-2019، والحاج عامر حسين رئيس لجنة المسابقات كان حدد النهاردة في الساعة 11 صباحا بمقر الاتحاد بالجزيرة لإجراء مراسم قرعة الدوري خلال الفترة القادمة وتحديد ملامح المسابقة بشكل عام والفرق التي ستواجه بعضها البعض خلال المسابقة القادمة بداية من الأسبوع الأول حتى الأسبوع 34. قرعة الدوري العام أصفرت العديد من المواجهات والتنافسات الكبيرة جدا. انطلاقة الدوري ستكون بمواجهة كبيرة بين النادي الأهلي مع الإسماعيلية في أولى مباريات البطولة، وهي نفس المواجهة التي حدثت في بطولة العام الماضي. مراسم قرعة الدوري حضر فيها عن النادي الأهلي عمرو محسب ومحمد أسامة إدارية فريق الكرة مندوبان عن النادي الأهلي. حاج عامر حسين قال إن انطلاق الموسم هيكون في شهر أغسطس المقبل
وسيتم تحديد جدول المباريات بمواعيده والملاعب بعد أسبوع من مراسم القرعة. يمكن تأخير تحديد جدول الدوري والمواعيد الرسمية تأخر بسبب موضوع الملاعب، هناك العديد من الأندية لم تحدد ملاعبها حتى هذه اللحظات، بالإضافة إلى وجود ارتباطات مهمة جدا في البطولة العربية ودوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية وأجندة المنتخب الوطني. عامر حسين أشار النهاردة في الاجتماع وفي مراسم قرعة الدوري، قال إن النادي الأهلي حدد ملعب استاد السلام كرغبة ثانية استضافة لمباريات الفريق في البطولة نتيجة الإصلاحات اللي موجودة في استاد القاهرة وبدأت في هذه الفترة وتنتهي في شهر أكتوبر القادم. الأهلي والزمالك سيكون في ختام الدور الأول وفي الدور الثاني وفقا لجدول مباريات البطولة. إذن الأهلي والزمالك في مباريات الدوري ستكون في الأسبوع 17 وستكون هي مباراة نادي الزمالك وعلى ملعب نادي الزمالك، لكن آخر مباراة في الدوري الأهلي سيستضيف الزمالك في الأسبوع 34. جدول مباريات الأهلي في الدوري جاءت كالتالي: الأهلي والإسماعيلي في الأسبوع الأول، المصري والأهلي في الأسبوع الثاني، الأهلي ووادي دجلة في الأسبوع الثالث، حرس الحدود سيواجه الأهلي في الأسكندرية على استاد الماكس في الأسبوع الرابع، ثم يعود الأهلي إلى القاهرة لاستضافة الإنتاج الحربي في الأسبوع الخامس، ثم يلعب الأهلي مع الداخلية في الأسبوع السادس ويواجه أيضا الجونة في الأسبوع السابع بالقاهرة، ثم يسافر إلى أسيوط حتى هذه اللحظات ملعب أسيوط طبعا بالنسبة للأسيوطي في الأسبوع الثامن، الأسيوطي والأهلي في الأسبوع الثامن، ثم بتروجيت والأهلي في الأسبوع التاسع في السويس، الأهلي والاتحاد في الأسبوع العاشر في القاهرة، والمقصة والأهلي في الأسبوع الحداشر، والمقصة بننتظر تحديد ملعبه أيضا خلال الساعات القادمة، ثم يعود الأهلي إلى القاهرة لمواجهة نجوم المستقبل في الأسبوع الاثناشر، والأهلي سيواجه إنبي على ملعب إنبي في الأسبوع الثلاثاشر، الأسبوع الأربعتاشر الأهلي وطلائع الجيش، ثم الأهلي يسافر إلى الأسكندرية لخوض مواجهة مع سموحة في الأسبوع الخمستاشر، ويختتم الأهلي الأسبوعين الأخيرين أمام المقاولون العرب في الأسبوع الستاشر و يستضيف الزمالك الأهلي في الأسبوع السبعتاشر من نهاية الجدول ومباريات الدور الأول. مواجهات صعبة جدا، والنادي الأهلي يعني بيبدأ مشواره بمواجهة فريق الإسماعيلي وهي مواجهة متكررة للعام الثاني على التوالي، بدأ بمواجهة الإسماعيلي وختم مباريات الدوري بمباراة القمة أمام فريق نادي الزمالك، لكن الأهلي بالتأكيد في خلال هذه المسابعة بيسعى للقب رقم 41 وتحقيق بطولة دوري جديدة وإضافة لقب جديد إلى دولاب بطولاته في بطولة الدوري العام بعد تحقيق النجمة الرابعة 40 بطولة دوري. الحاج محمود الشامي رئيس رابطة الأندية المحترفة كان متواجد النهاردة في مراسم قرعة الدوري الممتاز وقال تصريح مهم جدا متعلق بحضور الجماهير. الحاج محمود الشامي قال حضور الجماهير في مباريات الدوري ستكون بنسبة 10% من سعة الملعب. كشف محمود الشامي رئيس رابطة الأندية المحترفة أن مباريات بطولة الدوري الموسم المقبل ستشهد حضور الجماهير للفريق صاحب الملعب فقط وتكون بنسبة 10% من سعة الملعب، مشيرا إلى أن الحضور الجماهيري سيكون بأيدي خاص لكل مشجع. إذا لن تكون هناك تذاكر للمباريات وحضور الجماهير للمباريات بشكل طبيعي كما يحدث في أي بطولة وأي مسابقة في العالم، وهناك إجراءات تحفظية في دخول الجماهير لمباريات الدوري اتباعا خلال الفترة القادمة، بالتالي بدليل وجود 10% فقط من سعة الملعب. يعني إذا الأهلي شارك على استاد القاهرة وعدد مباريات أقيمت على استاد القاهرة سيحضر ما يقرب من حوالي من 7000 إلى 7500 مشجع، لكن سيكون من خلال أي دي هات. رئيس رابطة الأندية المحترفة الحاج محمود الشامي أضاف على هامش إجراء مراسم القرعة، قال إن وزير الرياضة دكتور أشرف صبحي أكد أن طلبة الجامعات سيحضرون المباريات بالتنسيق مع الجامعات وبخلال أعداد معينة، وبالنسبة للاعبين سيتم توزيع جوائز مالية خلال كل مباراة تسلم مباشرة لأفضل لاعب. عامر حسين رئيس لجنة المسابقات يمكن حدد مواعيد مباريات الدوري، قال تحديد هذه المواعيد هيكون طبقا لمواعيد مباريات الأندية المشاركة في البطولة الأفريقية. دوري أبطال أفريقيا بالنسبة لفريق النادي الأهلي مبارياته ستكون أحد أيام السبت أو الأحد، وبالنسبة لفريق المصري في كأس الكونفدرالية ستكون أحد أيام الثلاثاء والأربعاء، وبالتالي مواعيد مباريات الدوري سيتم تنفيذها وتطبيق هذه المواعيد بناء على مواعيد الأندية المصرية تحديدا الأهلي والمصري في البطولات الأفريقية.